فجأة كده بقينا كلنا بصينا على الاقتصاد محليا وعالميا، والموضوع بقى بيثير اهتمام الجميع سواء محليا او عالميا. فكرة الاقتصاد المحلي والعالمي بقى كله داخل في بعضه، وكله بقى زي ما بنقول بيوصل لبعضه. لو جينا اتكلمنا كده عن الأزمة الاقتصادية العالمية، ازاي ألقت بظلالها علينا، وازاي الوضع موجود في العالم كله، وازاي احنا بنحاول نشوف مخرج مختلف عندنا. هو انا هقول لحضرتك حاجه، هو زي ما بيقولوا كده مصائب قوم عند قوم فوائد. يمكن احنا كاقتصاديين كان من اكتر الناس سعاده باللي بيحصل، مش بالازمه لكن باهتمام الناس بانها تفهم وتعرف اقتصاد. الفرق ما بين الاقتصاد وما بين اي حاجه تانية ان الاقتصاد كنظريات بيطلق عليها، بعض الناس ممكن يتكلم عن العلم او بيدخل العلم في اتجاه معين او في معرفه معينه بيتجاهل الجزء العلمي او الجانب النظري فيها. لكن الجميل في الاقتصاد ان الجانب النظري او الجانب العلمي هو جزء اساسي من العمل فيه، من العمل يعني. وكنا نطلق على كلمه النظريات نظريات من باب اللي هو الحاجات البلاغيه، لكن النظريات الاقتصاديه هي حاجات قابله للتحديد او للتنفيذ على ارض الواقع. لما نيجي نتكلم عن الازمه الاقتصاديه العالميه كان لها فوائد ولها اضرار، ده المعروف في الاقتصاد. اي حاجه او اي مشكله او اي ازمه عالميه لازم يكون فيها مستفيد ولازم يكون فيها خاسر، ومفيش اي مميزات للمستفيد او الخاسر او اي صفات ممكن اتكلم فيها الا لو كانت حاجه واحده بس، وهو انت بتشوف مصلحتك فين وتروح عليها. مصر واحده من الدول اللي يمكن كان غايب عليها النقطه دي فتره كبيره، لكن بدانا في فتره اخيره المواطن المصري نفسه بيهتم بالاقتصاد وبيهتم بما يحدث. يمكن كميه الناس اللي بتتابع اللي بيحصل في الاجتماعات الفدرالي الامريكي البنك المركزي الامريكي نفسه من المصريين كان نسبه فاقت الوصف، فاقت توقعاتنا كلنا. فالنهارده انا عندي ازمه اقتصاديه عالميه، فعلا الازمه الاقتصاديه العالميه دي ممكن تتحول لسلاح يكسر ظهر اي دوله، وده اللي حاصل فعلا في عدد كبير من الاقتصاديات، سواء الاقتصاديات الناميه او حتى الاقتصاديات الناشئه او الاقتصاديات المتطوره، وممكن تتحول لسلاح للتنميه، انها بتجبرك انك تبدا تنميه من غصب عنك، وانك ما تكونش معتمد على الاقتصاديات اللي بره في توفير احتياجاتك على الاقل الاساسيه. ما فيش دوله في العالم بتكفي كل احتياجاتها، بس برضه ما فيش دوله في العالم بتبقى انها تستورد كل احتياجاتها، وخصوصا لو كانت مداخلها او مردودها المادي والدولاري قليل جدا. فدلوقتي اصبح ان في ازمه كبيره بتواجه عدد كبير من الاقتصادات العالميه بدات تخليها تفكر بره الصندوق. انا النهارده ليه استورد كل انتاجي او منتجي الزراعي رغم ان ده ما بيكلفنيش حاجه سوى ان انا استصلح ارض واستخدم تكنولوجيا جديده في الري مثلا، على سبيل المثال زي ما حضرتك كنت بتتكلمي دلوقتي. النهارده انا عندي الصحراء الغربيه بدات الدوله تاخد اتجاهات فيها انها تبدا تجهز نهر صناعي، والله يرحمه الدكتور كمال الجنزوري كان لو كان موجود كان اشاد بالنقطه دي جدا، لان ده كان مشروعه. سواء ان تدخلت الدوله وبدات حطت شويه رتوش، فبدات النهارده انت بتتكلم عن تطوير الصحراء الغربيه، وان خلال سنتين ثلاثه اربعه بكتير هكون عندي ولو شبه اكتفاء ذاتي من القمح بعد ما كنت اكبر مستورد في العالم فيه. النهارده انا بتكلم استيراد ما بين 8 ل 11 مليار دولار، مجرد ما انتهي من تجهيز الصحراء الغربيه في ان انا ازرعها هوفر الرقم ده. دي حاجه، دي بند. النهارده بدات الدوله المصريه تقول للمستثمر اللي بره تعالى اشتغل عندي. المواطن المصري نفسه بدا يغير تفكيره عن رجل الاعمال. طول عمرنا معظم كبير من السينما او جزء كبير من السينما بيصور لك رجل الاعمال ده كحد لص مستني ياخد فلوسك، لا، النهارده بدات الناس تقول لك لا، رجل الاعمال ده حد جاي يستثمر ويستاهل الدعم، لان هو راجل بيفتح مصانع، راجل بيبدا يشتغل بيستثمر عندك. الدوله كمان اتغير فكرها في التعامل مع رجال الاعمال، بدات تتخارج النهارده وبتنسحب من الاستثمار، وده الصح. انا بتكلم عن ايه الصح اقتصاديا، مش ايه الصح من وجهه نظرك انت كمواطن او كحد بيبص لنقطه معينه. فانا النهارده لما ادعم رجل الاعمال وادعم المستثمر بفتح مصانع، ببدا اطور. الدوله نفسها كمان بدات ترفع او تقلل معدلات الضريب على المستثمر الاجنبي اللي جاي بره. طب انا هستفيد من كده ايه؟ هستفيد حاجات كتير. انا كدوله مش هاخد ضرايب كتير، بس اللي جاي من بره هيستعين بعماله من عندي، هينتج على ارض ويصنع على ارض، هيصدر باسمي. فانا اصبح النهارده عندي منتج كبير او كتير موجود منه في السوق المصري، بدل ما انفق بالدولار واشتريه واستورده من بره هبدا اتعامل بالجنيه هنا، فبالتالي الجنيه قيمته هتزيد مع الوقت. ده الناس اللي بتبص لقيمة العملة. فرص العمل هتزيد، فرص العمل، الناتج المحلي بتاعي هيزيد الناتج المحلي. الجميل ان الناس بدأت تشيل الحاجز الخوفي اللي ما بينها وما بين الاقتصاد، وده اهم حاجة. عايز اقول لحضرتك حاجة، في حاجة في الاقتصاد اسمها سوق او اقتصاد السوق، وفي اقتصاد المواطن، وفي اقتصاد الدولة. اقتصاد الدولة نفسها اللي هو الايرادات والمصروفات والضرائب والحاجات دي كلها والميزانية والموازنة، الكلام اللي هو الخاص بالدولة. كان مارجريت تاتشر لها جمله عظيمه جدا بتقول ان الدوله صانع سيء وتاجر أسوأ وغير جديره بالمنافسه، ما حدش يقدر ينافس الدوله. طب يعني ايه صانع سيء؟ صانع سيء الدوله لما تيجي تصنع منتج ما تبيعهوش بقيمته الحقيقيه، بقيمته المفروض يتباع بيها بالناس،
لا، لازم تتدخل وتبيعه باقل من القيمه اللي هي المفروض ممكن تصنعه بيها. ليه؟ كدورها داعم، هي عندها دور اجتماعي مش دور مكسب وخلاص، مش مكسب وخساره. فبالتالي ما ينفعش تصنع، بس ينفع انها تشارك في مصانع. اتفضل انت يا رجل الاعمال، انا هشاركك ولو ب 20 30% ودير واديني في الاخر ارباح. تاجر سيء، نفس القصه، ما اقدرش ابيع للمواطن السلعه بسعرها الحقيقي اللي انا اللي هو اللي بيتباع بيها في الشارع، اللي هو السعر اللي بيتباع في الشارع، انا ببيع بسعر العادل، بسعر التكلفه. طب غير جديره بالمنافسه، معناها ايه النقطه دي؟ غير جديره بالمنافسه، ما حدش يقدر ينافس الدوله، لانها عندها الامكانيات انها تجبر حد ان هو يبيع لها بنفس الرقم اللي هي عايزاه. فبالتالي لكن هي مستثمر ناجح ازاي؟ ان انا اخش شريك مع رجال الاعمال، اخش شريك مع المستثمرين، اخش شريك مع الشباب الخريجين، اهيئ الاجواء للمستثمر، دوري أدير. اعمل طرق، اعمل اوصل خدمات بحيث ان انا ابقى بيئه جاذبه للمستثمر انه يجي ويستثمر ويعمل مصانع ويشغل الناس. ودي النقطه اللي لازم توصل للمواطن نفسه. هنا بقى نيجي للنقطه الثانيه، اقتصاد المواطن. المواطن هنا رجل اعمال، والمواطن هنا هو المواطن العادي الطبيعي اللي زينا. تعرفي حضرتك ان اقوى حلقه في السوق، اقوى حلقه في السوق اللي هو الثالث حاجه بقى اقتصاد السوق، اللي هو المواطن نفسه، اللي هو الرجل اللي انت ممكن تكوني امكانياتك او دخلك الشهري ممكن ما يعديش ارقام بسيطه وليكن 5-6 آلاف جنيه، لكن رجل الاعمال والدوله بيشتغل عندك. بيشتغل عندك ازاي؟ هو بيقدم لك الخدمه اللي انت مفروض عن طريقها تاخد الرقم المعين، او هو ياخد منك الرقم المعين ده، هو بيتنافس لارضاء حضرتك. تخيل لو انت حسيت بقيمتك كمواطن بقى في التعامل مع السوق. ده بقى بيجي منين؟ بيجي من وعي، من السياسه الماليه. لا يجوز باي حال من الاحوال، لا يجوز باي حال من الاحوال ان مواطن يكون دخله 5000 جنيه 6000 جنيه واروح اصرف مثلا 2000 جنيه او 1500 على السجائر، مش منطقي. فالنهارده اصبح في ترشيد، اصبح المواطن نفسه كمان بيفكر في الادخار. يعني الطف جمله يمكن سمعتها من يومين، ان بعض الناس ما حدش بيسلف حد دلوقتي، فلكن ان حد يدي حد سلف فلوس ما يديهاش فلوس، يقول له خدوا 2-3 جرام ذهب. شفت الفكره وصل لحد فين؟ لان انا عارف ان قيمه الفلوس في اي مكان في العالم دلوقتي الكاش بتقل، فدلوقتي لازم اجمدها في ذهب مثلا على سبيل المثال. يوم يقول له خد ال2 جرام، هترجعهم ل2 جرام. بقى الذهب ب 100,000، بقى ب 10,000، بقى ببلاش، هترجعهم للناس. حافظ على الفاليو بتاعت الفلوس. في ناس كمان بدات تفكر فيه، بدات تلجا لحاجه اسمها. طب خلينا ندخل نخرج من النقطه دي ونتكلم بقى في التحويش. ايوه. كل واحد بيفكر يحافظ على القيمه بتاعه فلوسه. تمام. سواء بقى ايا كان بقى الشكل الادخاري اللي هو بيعمله. لو جينا نتكلم عن الاوعيه الادخاريه اللي المفروض نكون الاغلب يتجه ليها، مش عارفه في اصلا يصح ان انا اقول الاغلب يتجه ليها ولا لا، بس المطروحه اللي الناس تقدر تفكر فيها، نقول ايه افضل اوعيه ادخاريه اللي ممكن المواطن يفكر فيها؟ طيب لازم الناس تعرف الاول قبل ما اروح للوعاء الادخاري، هو انا بروح له ليه؟ انا السوق عندي اسمها دوره حياه. السوق سوق نشيط وقوي، بيدي كل انتاجه، في عمليات بيع وشراء وفي حاله نشاط. فجاه بيحصل اختلال في البيع او في الشراء، بنوصل لحاله التضخم اللي احنا فيها لارتفاع الاسعار. فانا بلجا كمواطن ان انا حاجه اسمها بقى الاوعيه الادخاريه، لازم احافظ على قيمه الفلوس بتاعتي بحيث انها على الاقل تجيب نفس المنتج السنه الجايه او الشهر الجاي او الشهر اللي بعده. في حاله التضخم في العالم كله قيمه العمله نفسها بتنقص او بتقل. فبلجا لحاجه مهمه جدا، ان انا الجا لحاجه اسمها الاوعيه الادخاريه، اجمد فلوسي. هجمد فلوسي الكاش دي في ايه؟ في حاجات لازم افرق بين حاجتين، ادخار وما بين ادخار استثماري. ادخار ان انا احافظ على قيمه الفلوس زي ما هي. طب ادخار استثماري ان انا ادخر الفلوس في حاجه، الحاجه دي تجيب لي الادخار بتاع القيمه وفوقها كمان مكسب. طيب زي ايه؟ تعال على الادخار، انت عندك الذهب. الذهب ده هو الاساس في التعاملات، لان ده بيكون على قد دخل الناس. الذهب على قد دخل الناس، ممكن ب 2000-3000 تشتري جرام او جرامين ذهب مثلا على سبيل المثال. طيب انا معايا كم كبير من الفلوس واشتريت ذهب. طيب وخد بالي حضرتك في قاعده مهمه جدا في التعامل مع سوق الذهب. الذهب بنسبه كبيره لا يجوز المضاربه عليه، لان المضاربه يعني مخاطره. يعني انا النهارده اشتري ذهب وبعد اسبوعين ابيعه، لا صعب، لان في بقى مصنعيات وضرايب وحاجات من دي. كمان الذهب عشان تجيب تقول انا كسبت ولا خسرت فيه او حافظ على قيمته وما حافظش على قيمته، مستنى فتره، بنتكلم على سنه اقل من سنه. لا دي نقطة. طيب بعد كده معايا كمية فلوس كبيرة مش عارف استثمرها في ايه او ادخرها في ايه، باجي رايح على قطعك. اتفضل. دلوقتي الناس جمدت فلوسها في ذهب. جميل. الفلوس اتشالت وتحافظ على قيمتها. تمام. لكن مفيش انكم، مفيش فلوس داخله لهم. جميل قوي. هنا بقى دي حاجة بنروح لها الناحية التانية. ده اللي عنده فائض يقدر يستغنى عن
الفلوس اللي ممكن تجي له او فايده او مردود. الناس بتبقى محتاجه الفلوس لمساعدتهم في الظروف المعيشيه اليوميه. في حاجه محتاجه، ما هو دي ده جزء من الاوعيه الداخليه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. انا خلاص خدت الذهب، دي نقطه، وعشان يعني في بعض الناس ما تحبش تاخد الانكم اللي جاي. طيب رقم اثنين العقارات. العقارات بلجأ ان اشتري عقار عشان برضه احافظ على قيمه الفلوس. في بعض الناس بقى بتشتري العقار وتشيله، وفي بعض الناس بتشير العقار وتبدا تاجره او تبدا تتعامل بيه، فيبدا يجيب لك دخل ثابت. يبقى هنا ده جزء تاني. بس انا النهارده راجل دخلي 5000 جنيه اقدر اوفر منهم مثلا 2000 جنيه كده، انا راجل عظيم على فكره، ادخل 5 واوفر 2000، ال 2000 دول هروح اشتري بهم عقار؟ طب هينفع احطهم في البنك؟ لا، فانا بجيب لك الذهب كحاجه بسيطه. طيب بعد كده العقار لا، حاجه اجمل. في بعض الناس بيبدا يحوش بالعملات الاجنبيه. هنا بقى بقول لك والله لو هتحوش ده ما ياثرش على السوق المصريه وعلى العمله المصريه وعلى السوق بصفه عامه. هقول لحضرتك حاجه، هو انا بقى راجل مش بتكلم اقتصاد صح لو قلت ما ياثرش في وقت معين، لكن في حاجه صغيره جدا زي ما قلت لحضرتك دوره حياه السوق، عشان كده بدات بالنقطه دي. نشاط ثم تضخم، يعني ده حاله طارئه، تضخم ركود، بعد الركود خساره، بعد الخساره نشاط تاني. الدوره دي ممكن تاخد لها 10 سنين، ممكن تاخد لها 8 سنين، ممكن تاخد لها 3 سنين 4 سنين، احنا ونصيبنا. وبتحصل كل فتره عشان تفلتر اقتصادات العالم، الكبير يفضل فوق والصاعد يطلع معاه والباقي او المتشبث يقع. هو ده الاقتصاد العالمي متوحش شويه. طيب انا وصلت لنقطه العقارات عشان برضو ما اقطعش. طيب بعد كده رحت فين؟ في ناس بقى بتجيب تحوش بالدولار باليورو باي عمله، اي كانت عمله، بيبدا يتجه ان انا خلاص فلوسي معايا بس وبشد، مش التعامل مع السوق السوداء. عندك دخل بقى بالدولار بيجي لك من بره تحويلات، طيب او حاجه زي كده. لا بلاش السوق السوداء، لان السوق السوداء بتضر اكتر ما بتنفع. انت بتكسب حاجه بسيطه بس في الاخر بتدفع قصادها حاجات، وهجي لك في النقطه دي دلوقتي. تمام. فانا النهارده بقول لك خد الدولارات اللي معاك دي وحطها في البنك، لان شئنا ام ابينا عندك ثقه في القطاع البنكي ما عندكش ثقه في القطاع البنكي، الفلوس مكانها البنوك، ودي الدوره الطبيعيه ليها. وخد بال حضرتك لو كل فلوسنا من العمله الصعبه موجوده في البنوك، مش هتظهر السوق الموازي، ومش هيظهر 40% من التضخم الحاصل حاليا. لان 40% من التضخم الحاصل حاليا نتيجه ان بعض الناس معدوم الضمير بيتعاملوا في السوق الاسواق الموازيه اللي احنا بنسميها السوق السوداء، سواء السوق السوداء للعمله، سواء السوق السوداء لاي سلعه ممكن تتخيل. طيب في حاجه اخيره بعض الناس ما بيحبوش يتعاملوا معاها، وهي القطاع المصرفي او البنك. ان انا عندي وديعه، راجل بقى خلاص اشتريت ذهب واشتريت عقار كمان، وعندي وديعه دولاريه حطيتها في البنك، في بقى شويه فلوس مصري باقيين معايا، ما انا عايز اامن نفسي قبل ما ابدا استثمر عشان ما اجيش في يوم اخسر فانهار. بيحط مثلا وليكن 2 3 مليون جنيه في البنك. هنا بقى بيظهر له العائد الشهري، اقدر اخد العائد الشهري ما اصرفوش كله، اصرف جزء من احتياجاتي وادخل الجزء برده في دوره اقتصاديه ادخاريه. طب ده جزء، ده اسمه الادخار. طب استثمار ادخاري او ادخار استثماري، عايز اقول لحضرتك حاجه بقى، ان المصريين ضربوا اروع المثل في النقطه دي الفتره اللي فاتت. بعض الناس انا فوجئت بيهم، لقيت يقول لك يروح يشتري اجهزه كهربائيه ويسيبها عند التاجر ويجي يقول له انا اشتريت الجهاز ده مثلا من اول السنه، وليكن هضرب مثل بثلاجه، الثلاجه اول السنه كانت عامله 5000 و6000 و10000، دلوقتي الثلاجه واصله ل 40 و45 الف بعض الانواع، وصل. يبقى هو كسب ولا لا؟ ده كسب يعني 400% او 450%. فانت كده بالنسبه لك ده بس مدخار استثماري، دي نقطه من النقط الكويسه. يخش شريك في بعض الحاجات اللي زي مطاعم الاكل والحاجات دي كلها، لان في بعض الاسواق لا تنهار باي تضخم، زي الاسعار، زي اسواق الاكل، ده طبيعه او دي ثقافه عند كل الشعوب، فبالتالي تبص تلاقي بيجيب له عائد. فالحاجات اللي هي السلع، عينك على السلع اللي هي في يوم من الايام هتتاثر. في بعض الناس دلوقتي بتفكر تفكير جميل جدا، وهي تلجا للبورصه. البورصات في التوقيت الحالي في اضعف حالاتها، فبالتالي اسعارها متدنيه جدا، هي خسرانه. البورصات في العالم كله شبه خسرانه خساره كبيره، فانت هتخسر اكتر من كده فين؟ فبتروح تشتري والبورصه خسرانه، لان انت لازم تتوقع واكيد هيحصل ان بعد الخساره بتيجي مرحله نشاط ومكسب. فانت عارف انك هتكسب على الاقل، لو مش هتكسب 100% فعلى الاقل هتبقى كسبت 50%، فانت جبت عائد على فلوسك. دي نقطه من النقط. فهو ده شكل السوق، وده شكل كله الدخار. بنتكلم في حاله اذا كان في فائض دخل او في دخل زياده، اللي بيبقى دخله يدوب على قده، يقدر ازاي يعدل من شكل الانفاق بتاعه بحيث ان هو يبقى خارج من الموضوع ان شاء الله مع انتهاء الازمه الاقتصاديه العالميه وهو وضعه متماسك ومتوازن. طب هقول لحضرتك حاجه، لازم هنا بقى بنتكلم عن الثقافه الماليه، ودي مش كلمه مطاط او كلمه مزوقه بنقولها واحنا قاعدين في برنامج تلفزيوني او بنقول حاجه، لا، ثقافه ماليه فعلا، يعني تفهم ازاي تشغل عندك الجنيه او العمله.
الجنيه اللي هو جاي لو انا بقبض 3 4000 جنيه 4000 وليكن 4000 هضرب بيه المثل، ما ينفعش ان انا راجل النهارده اكون مدخن واروح اجيب سجاير ب 1500 جنيه من ضمن الميزانيه اللي هو بقيه الميزانيه بقى مواصلات والاكل والشرب والخدمات والمنافع، انت كده محتاج فوق الاربعه كمان اربعه وزياده. فده فكر لازم يتغير. لازم كمان اعرف ان انا النهارده راجل على سبيل المثال بفتح مشروع وببدا، ده واحد لسه بادئ مشروع صغير وليكن مشروع اي مشروع صغير اكل شرب حاجه صغيره، ما ينفعش ان انا اجي النهارده اروح احط عيني على عربيه بورش ولا عربيه من العربيات الثقيله دي، لا يعني واحده واحده رويده، ما فيش المواصلات العامه ما فصلتش معاك في حاجه، بنوته صغيره بتجهز نفسها مثلا، ممكن دي من الموروثات في الشعب المصري، ما اروحش انا اشتري 7000 فوطه او 8000 ملايه سرير وحاجات من دي. ما ينفعش انا كشاب ابدا حياتي في شقه 180 و190 متر الاستوديو كويس، نغير الفكر الاستهلاكي، الثقافه والفكر نفسها، اعرف ازاي ارشد، اعرف ازاي ارشد. انا النهارده لو بتجوز بتجوز في اوضه وصاله، وده هيوفر عليك في العفش، يوفر عليك في التكلفه، يوفر عليك في بعض الحاجات اللي هو تبص تلاقي الافراح اللي مصاريف صيانتها والافراح اللي بتوصل لارقام مهوله. الشاب اللي لسه بادئ النهارده يقول لك انا عندي وظيفه واحده، ما ينفعش، ما تمشيش في العالم كله مش في مصر. وانت لما بتطلع بره في اي بلد اجنبي انت بتشتغل وظيفه الصبح ووظيفه بعد الظهر، وفي ناس بتشتغل في المبيت اللي هو الوظيفه عشان يقدر والشغل مش عيب، الشغل مش عيب. احنا دلوقتي في عصر لن ينجح فيه الا اللي يفكر بره الصندوق. الاقتصاد مش مجرد كلمه مطاطه او مجرد كلمه مكلكعه، اول احنا عارفين كبتوع اقتصاد ان دمنا تقيل من غير حاجه، يعني احنا عارفين الاقتصاد دمه تقيل، لكن هو علم ممتع وعلم بيتطبق على الارض، ومش محتاج انك تقرا كتب، وكل الموضوع محتاج انك تفكر ازاي، تفكر ازاي تعمل فلوس من ما فيش، تفكر ازاي تطلع بفكره بره الصندوق او بالفكر الاعتيادي، بس ترشد نفقاتك على قد ما تقدر. النهارده ما ينفعش اسيب الكهرباء كلها شغاله، لا ما انت دي مشكله. النهارده برضو ما ينفعش ان اخش في علاقه نديه، دي وجهه نظري طبعا، انا بختلف بتفق مع اللي عايز يختلف او غيره، بس دي وجهه نظري. ما ينفعش ان انا القي بكل حاجه، لا الدوله هي اللي تعمل، الدوله لا، ده انت والدوله والمستثمر كلنا شركاء، بغض النظر بقى في العمليه اللي احنا شاركين فيها دي مين قام بدوره ومين ما قامش بدوره. انا ليا دور لازم اقوم بيه، ترشيد نفقاتي واستهلاك، التعامل بعقلانيه مع السوق، التعامل بعقلانيه. بتكتب لنا الروشته دلوقتي الختاميه، ترشيد نفقاتي واستهلاكي، التعامل مع السوق. التعامل مع السوق، ابدا افكر بره الصندوق دايما في اي مشروع بدخله، بلاش النمطيه في التعامل، موضوع 8 ساعات من المكتب ده مش لطيف لسه الشاب بيبدا حياته. دايما اتابع السوق العالمي واشوف الجديد رايح فين واشتغل عليه. معلش رغم ان دخلك ممكن يكون متواضع، بس لازم تطور من امكانياتك، ما هي دي المعادله السيئه، الحياه ليست عادله زي ما بيقولوا، بس لازم تطور من حياه من اليات التعامل بتاعه حضرتك في مع الاسواق، تضيف ليك كورسات، تزود التعليم بتاعك، تشوف انت رايح فين، تشوف السوق نفسه رايح فين وتروح معاه. يعني احنا النهارده في ثانويه عامه بننصح ولادنا والتنسيق خلاص خلال ساعات، وكان شغالين هيتقفل الباب ويتم اعلان المرحله الاولى. يعني حضرتك شوف المجالات اللي عايزها السوق المصري او السوق العالمي وابدا روح عليها. برضو السيدات او ست البيت لها دور اساسي في النقطه دي. النهارده انا بجيب اللي يكفيني ويكفي اسرتي في حدود المعقول، ما ينفعش ان احنا نتكالب على السلع، ما ينفعش ان احنا نتاثر بالشائعات الخاصه. ما هو ده لعده اسباب، تقليل الفاتوره الاستيراديه، ان احنا ما نخلقش ازمه تكون موجوده، الاحتياطي بتاعنا يقدر يكفينا فتره اطول. أوكي. يعني ده كلها بتترتب عليها اشياء، ده كلها بتترتب عليها احتياجات فعلا. وكان حضرتك يمكن اصبت لما قلت ان لا ده بيتوقف عليه احتياط الدوله، يعني لما تعرف ان استهلاكك الشخصي بيتوقف عليه احتياطات الدوله، يمكن ده الاساس او دي الحاجات الاساسيه اللي احنا كمواطنين لازم ناخد بالنا منها خلال الفتره الجايه، ونتمنى ان شاء الله ان الازمه الاقتصاديه تمر بسلام على مصر والمجتمع العربي عموما، ونكون بعد الازمه الاقتصاديه في ناحيه ثانيه في افضل حال ان شاء الله. طيب ختاما كده خلينا ندي جرعه تفاؤل، نقدر نقول ايه المؤشرات الايجابيه اللي حققها الاقتصاد المصري في الفتره اللي فاتت برغم تحديات الازمه الاقتصاديه العالميه؟ يعني هل ده مثلا نقدر نقول ان برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي عملته الدوله وحشدت له كافه الامكانيات قدر يدعم او يدعم القطاعات الانتاجيه، فده ساعد في تحسن مؤشر الاقتصاد العالمي المحلي وبالرغم من وجود مشكلة عالمية؟ هقول لحضرتك حاجة، أنا هبسط كل اللي حضرتك قلتيه ده في دقيقة. هي حاجة صغيرة جدا. السوق المصري أو الجديد أو الدولة أو جرعة الأمل الوحيدة اللي أقدر أقولها لحضرتك، إن الأزمة الاقتصادية العالمية دي خلت الدولة المصرية تشتغل. إن كانت الدولة كان عندها برنامج لإصلاح اقتصادي، فزي ما نقول الأزمة الاقتصادية العالمية كانت الكرباج اللي سرعها.
ببساطه هو ده، انت بتنزل في اي شارع بتلاقي شغل، تتفق او تختلف ايه الاولويات، ده رايك يحترم، لكن في الاول وفي الاخر الدوله برضو بتلعب بالورق اللي عندها، انا اقدر اشتغل في ده دلوقتي واقدر اشتغل في ده دلوقتي بعدين، دي نقطه. فانا بقيت انزل في اي مكان الاقي شغل، الاقي شغل في الشارع يعني، عندي بنيه تحتيه بتتطور، وخد بال حضراتكم كان انا بحب اقول الكلام ده واكد عليه الساده المشاهدين، ان البنيه التحتيه دي مرحله في عمر الاقتصاد بتاخد فلوس كتير وعوائدها قليله جدا، المفروض يجي بعدها المرحله الاستثماريه. احنا بنسلك شرايين الدوله اللي هي يمكن انت النهارده المفروض ما فيش شارع عندك يقف ولو لدقيقه، دي نقطه من النقط. النهارده بتعيد بنيه استثماريه، بتحط نفسك على الخريطه الاقتصاديه، بتتكلم النهارده في مشاريع الغاز، ويمكن احنا ده من اكتر المجالات اللي احنا نجحنا فيها وعملنا فيها اداء مبهر جدا، بتتكلم النهارده في بنيه تحتيه طرق وكباري وانفاق بشكل ضخم، بتتكلم بعمليه تطوير سياحي، انت بلد البترول بتاعها هو السياحه، فانت النهارده بقيت بتطور كل حاجه، حتى الحاجات اللي ساقطه من ذاكرتنا بتطورها البلد، فده كويس جدا، البلد بتشتغل، انت النهارده بتنزل تلاقي كل مكان فيه شغل، فده المؤشر اللي انا بقول لك عليه، مش هتكلم بقى في المؤشرات العالميه والمؤشرات المحليه والقطاعات البنكيه وغيره، العكس. لكن الشغل اللي حاصل على الشغل ارض الواقع اللي لا يخفى على احد، انت النهارده خلال 3 4 سنين يبقى عندك اكتفاء ذاتي من القمح، يعني ده دي معجزه، دي لوحدها معجزه، احنا فضلنا احنا رقم واحد في العالم في استيراد القمح، دلوقتي تراجعنا رقم 2 بعد الهند، الهند هي اللي سبقتنا، بس برضه واحد او اثنين على بلد بحجم مصر، وما زلنا على الطريق، وان شاء الله خير طبعا، ان شاء الله، ان شاء الله بكل التوفيق لمصر والقياده السياسيه والشعب المصري كله، بعد الازمه نكون في مرحله ثانيه وفكر ثاني، ويكون المستثمر هو المواطن، والمواطن هو اللي يدير المستثمر الحكومه، اكيد بوعيه الاقتصادي وفكره، اكيد يعني. كل الشكر ليك الاستاذ محمد ابو عاصي، الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصاديه، نورتنا وشرفتنا، اهلا وسهلا بك.